نستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان البحار العميقة فيها أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال كان يا مكان 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 فارس شبك نازل لك وشي باختك شو في كنت عاملها يعني بركي بركي شو يلا الف لك شي كذبه يلا لا 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 فارس ما بيكذب ابدا اللي جده مشان ايش عم تنكش اختك دغري جده قال لك الدغري هي بدها سؤال سيدا السؤال يا جده تفضل سأل لشوف انت بدك تجيب السيارة الجديدة اللي وعدنا فيها اذا كان هيك معك كل الحق بس ممكن تقلي ليش عم تنكش اختك طول الوقت بصراحة صرت سألك 20 مرة قلت يا ولد خليها تسألك كريم هالمرة يا هل ترى جاوبتك بكل مرة ولا طنشت جاوبتني فاذا شبك عم تبحلق فينا؟ ما جاب السيارة شو استفدنا؟ هي معك حق فيها يا جدو يعني اليوم رح تجاوبنا وتقلنا امتى رح تجيب السيارة الجديدة؟ يعني هالاسبوع بتكون السيارة قدام الباب وليش مو اليوم؟ عيب يا ولد لا لا معلش يتركه ما قلت لي ليش مو اليوم مو هيك يا فارس؟ يعني لو تجي السيارة اليوم بعد بكرة بيكون احسن مظبوط بس أنا عم استنى قبضة كبيرة تجي من واحد تاجر صاحبي ووعدني هالأسبوع بجوز اليوم بجوز بكرة بجوز اللي بعده يعني حسب التساهيل الدنيا عسر ويسر يا جدو يعني إذا أجل المصاري اليوم بكرة بتجي السيارة وهلأ ادعو معي إنه الله يهدي له التاجر ويجيب المصاري اليوم في راس مشان تاخده ما بعرف ايوه بلا طيب ليلي شو بنسمي هالسيارة مولاتي شي اول لا لازم حضرنا شي اسم
شو رايك نسميها سعيدة؟ هلا سيارة بابا القديمة اسمها عزيزة والجديدة سعيدة. لا ما حلو. تفضلي نشوف، قولي شو نسميها؟ نسميها ريم. والله شو تفضلتي حضرتك؟ الا شو ما حلو اسمي؟ حلو عليكي. بعدين بنصير نخربط بينك وبين السيارة، وإذا صار لها شي السيارة بنقول ريم صار بدها بويه وتلميع. تقبلي؟ والله لو أرجيك. هاي فلوسك اخي على داير مليم، وكتر الله خيرك عني وعن اخي ابو احمد. لا يا ابو ادري لا، انا ما عملت شيء والخير كله لرب العالمين. يا سيدي فضلت وزود. الفضل لله يا شيخ. تفضل تفضل اشرب الشاي. يمكن ما عرفت شو صار باخوك ابو عبدو الشاطير. ابو عبدو تاجر الخشب ما غيره؟ بذاته خير ان شاء الله. يا سيدي عمل له تجرة تجرتين تقال شوي وانبرد السوق وري بيفليس. لا 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 شو هالحكي؟ متما عمل لك يا حجي. بس يا ابو ادري مالكن حق، لازم كنتوا توقفوا جنبه شوي. الحقيقة يا حجي هالايام صعبة شوي، وكل واحد عم يقول يا ربي نفسي. ما كان هيك أملي فيكم يا أبو أدري. من جهتنا أنا وأخي أبو أحمد ما قصرنا. يعني أنا اللي قصرت؟ ما هيك قلت يا حجي. إذا بتريد يا أبو أدري وصل لي هدول لأبو عبده، بركي بتساعده بهالأزمة. بس أنا فكري أرجوك إذا سمحت بتكون فضلت على راسي إذا توصل لي هالمبلغ هذا لأبو عبده، بس من غير ما حدا يدرى. آه قعد فات بخاصتي فارس. صحيح صاير عم بتقلل أدبك كتير فارس. ها صاير بده ترباي الواحد بيفهم من مرة واحدة. ما طلعتها ولا حكيتها وعم تكذب كمان. رح أقوم ليك. ها اسمحولي شوي إذا بتريدوا. انت اكيد يا فارس عم تنعر اختك مشان تسالني عن المصاري، يا هل ترى اجوا ولا راحت لبكره؟ مو هيك؟ مزبوط جدو، بدي اعرف امتى بدي تجي زهريه. زهريه؟ ومن هي زهريه بقى؟ السياره هيك سميناها انا وريم. لا هو اللي سماها. وليش زهريه بقى؟ اسم امك. هلا اسم امي صار اسم سياره؟ فارس ما بدي اسمي السياره ريم. انا ما قلت شيء. بدون يمين ما تسمى السياره باسم امي. اوكي شوفي يا وداد. لا وليش ما تتسمى على اسم امك اذا كان كثير عاجبك؟ ايه سموها بقى هلا ليلي الصبي ونصلي على النبي. شو المعنى جدو؟ المعنى بقلب الشاعر يا جدو. منو الشاعر هالمره بابا؟ الشاعر يا بابا ابو عبدو الشاطر تاجر خشب. خير ان شاء الله. وشو دخلوا ابو عبدو الشاطر بسيارتنا؟ نحن علاقتنا مع ابو ادري واخوه. معك حق يا بنتي، ابو ادري واخوه اليوم بعثوا لي دفعه. فاذا شو اللي عدا ما بدا؟ ابو عبدو الشاطر اكبر تاجر خشب، صديقي وحبيبي ورفقه 40 سنه. اذا بتريد يا ابو ادري وصل لي هدول لابو عبدو، بركي بتساعده بهالازمه. بس انا فكري أرجوك إذا سمحت بتكون فضلت على راسي إذا بتوصل لي هالمبلغ هذا لأبو عبده، بس من غير ما حدا يدرى. لذلك ما بقدر أتأخر عن مجدي صاحبي بوقت الزنقة. ليش؟ صحيح ليش جدو؟ لأنه يا جدو نحن هيك تربينا وهيك تعلمنا إنه ما نتخلى عن الصاحب بوقت الزنقة، والمثل بيقول الصديق عند الدين. في عندي حكاية غرض هالمناسبة تمام، شو رأيكم بتسمعوها؟ بنسمعها عمو. حاضر على عيني. تعا فارس بالأول حكي لي ظهري. قوم الله يرضى عليك. وانت كمان ريم يلا لشوف. أيوة حكوا حكوا حكوا. ايه لتحت شوي ريم لتحت. ايه ايه
لفوق لفوق لفوق. ايه اللي عندك دافي؟ ايوه شد ايدك شبهك. ايه شدوا ايه كمان كمان كمان. يا سلام. ايه ها هيك هلا بتستحقوا تسمعوا الحكايه. كان يا مكان بقديم الزمان وفي سالف العصر والاوان لحتى كان في ملك وعنده ولدين. متى ستقرر إعلان ولدنا وليا للعهد يا مولاي؟ أيهما تقصدين؟ الأسعد أم السعيد؟ أنت تعرف يا مولاي إنما أقصد السعيد، فهو الأفضل بين ولدينا. هذا هو رأيك دوما، فأنا أفضل الأسعد لأنه الأفضل في ولاية العهد كما تعلمين. متى ستضع حدا لهذا الجدل العقيم؟ كيف وأنا أرى ما لا ترين؟ إلى متى يا مولاي؟ سيأتي اليوم الذي يتقرر به إعلان أحدهما وليا للعهد شئنا أم أبينا؟ هذا صحيح، وأنا إن كنت أرى أن الأسعد هو الأفضل في ولاية العهد فلأنه متتبع للعلم والعلماء ومتابع لدروسه في جميع مجالات العلوم والفنون، بينما السعيد أكثر اختلاطا بالناس، بل إنه حجة في فض الخلافات فيما بينهم. وهذا يا مولاي ما تتطلبه ولاية العهد ومن ثم الحكم. لعلك تعتبرين مخالطته لأهل السمر والسهر والمغنين وأهل الطرب من الأمور المفضلة بين الناس، أم لعلك تعتبرين ملازمته للجواري ومعاملته للنخاسة نوعا من حسن التجارة؟ لا، ليس هذا هو المطلوب في ولي العهد. إنما تستمع للوشاة يا مولاي، فابننا السعيد وابننا الأسعد ولدينا التوأم أيتها الأم الرؤوم، ولا يفضل أحدهما عن الآخر إلا بالعلم والعمل وما يقدمه أحدهما للرعية حين يتولى الرعاية بعدي. ومع ذلك فما زال الأمر مبكرا، وأنا أرى أن تضع الحق في نصابه. إن كنت تقرين الحق فالأسعد قد ولد قبل السعيد بساعات ومن حقه أن يكون وليا للعهد. ولكن السعيد، أنا لا أنظر لفرق سويعات، بل أنظر لفارق العلم والمعرفة وحسن المعاملة، وهذا هو مقياس الأمر عندي، وأنت تعرفين ذلك حق المعرفة. سأضعك الآن في تجربة بين ولديك، ما رأيك؟ ماذا تريد أن تقول يا مولاي؟ أيها الحاجب، أمر مولاي. اذهب فورا إلى ولدينا الأسعد والسعيد وقل لهما أنني وأمهما نريدهما في أمر هام، وليحضرا إلينا بأسرع ما يمكن. هيا. أمر مولاي. ماذا تقصد من ذلك يا مولاي؟ سترين الآن. من هنا جاء أدب الحديث محاكيا أدب المعشر، ويذهب البعض لدمجهما بحيث يتداخل الحديث والمعشر في آن معا، فالكلام والمعاملة مع الرجل الكبير عمرا ومقاما يختلف عنه مع رجل متوسط الفهم والمقام، ويختلف بين العالم والجاهل. مفهوم يا أستاذي الجليل. بورك فيك يا ولدي. انظر هنا، هل ترى هذه النبتة؟ بالطبع. وهل تعرف أنها تتنفس الهواء؟ طبعا، ليس كما نتنفس نحن ولا ريب، والدليل أنه لو غطيناها بهذا الناقوس الزجاجي لذبلت ثم ماتت. مولاي الأسعد، مولاي الأسعد، مولاي الوالي يطلب مولاي الأسعد للمثول بين يديه في الحال. قل لي مولانا، سأكون بين يديه بعد لحظات. أمر مولاي. والآن يا أسعد، ترى هل تعرف ماذا يريد الوالد منك في مثل هذه الساعة؟ لست أدري.
عليك أن تتكهن على الأقل، وسأعينك على ذلك إن شاء الله. مولاي السعيد، مولاي السعيد، ماذا تريد أيها الأحمق؟ أنا لا أريد شيئا يا سيدي، غير أن الوالي يطلبكم في التو واللحظة. هل قلت الوالي؟ نعم يا سيدي، وكذلك السيدة والدتكم يا سيدي. ترى ماذا يريدان في مثل هذا الوقت المبكر من هذا اليوم؟ لا أدري يا سيدي. لا تدري؟ ماذا كنت تفعل لدى الوالي إذن؟ ها؟ أنا لا شيء، لا شيء البتة يا سيدي. أغرب عن وجهي يا وجه النحس. أرجو ألا يكون الطلب سخيفا لحضوري. ما علي إلا التنفيذ وأمري لله. السلام على مولانا الوالي ووالدتنا المصون، أدام الله عزهما ومتعهما بكامل الصحة والعافية. شاكرا الله سبحانه وتعالى أن أتاح لي رؤيتكما على أحسن حال. لقد تأخرت في تلبية طلبنا يا ولدي، ترى ما السبب في ذلك؟ كان علي يا أمي أن أغتسل وأمشط شعري وأدهن رأسي بالطيب وألبس فاخر الثياب، كيف لا وأنا قادم لأقف بين يدي والدي العزيزين أميري البلاد. هل أرسلتما في طلبي حقا؟ نعم يا ولدي نعم. لماذا تأخرت يا ولدي يا سعيد؟ لقد عدت وغفوت قليلا، والآن لعلك لم تدخل الحمام بعد استيقاظك. وهل ترك لي الحاجب وقتا لأفعل؟ فقد وقف يصرخ: أمك وأبوك يريدانك في التو واللحظة، هيا وما شابه ذلك. فما كان مني إلا أن حضرت فورا. لا عليك، هيا اذهب واستكمل إعداد نفسك من جديد، هيا بسرعة. لماذا أرسلتما في طلبي إذن؟ وأنت يا أسعد ارجع لعملك وسأطلبك في حينه. السمع والطاعة. إذا رمتم رأيي فيمن يستحق ولاية العهد السعيد أم الأسعد، فإني أقول يا مولاي يجب أن يتوفر في ولي العهد أو من سيغدو والي المستقبل كما في أي حاكم صالح مسؤول عن رعيته أن يكون حكيما حليما واسع الصدر عليما بخبايا النفوس يشجع الحسن ويستقبح الرديء على دراية بشؤون الحياة حلوها ومرها، أبا للصغير أخا للكبير، هو لكل الناس وليس لبعض الناس. هذا بعض مما يجب أن يتوفر في الراعي الصالح. كل هذا جميل أيها الحكيم، ولكن أي الولدين يوافق رأيك؟ في من تتوفر فيه تلك المواصفات على ما أظن، أليس كذلك أيها الحكيم؟ تماما يا مولاي. ولكن أيها الحكيم، من هو برأيك؟ فنحن على خلاف كما تعلم. صحيح، فأنا أفضل الأسعد فهو البكر أولا وأخيرا، وأنا أفضل السعيد، فالبكورة هنا لا تتعدى دقائق أو لساعة على الأكثر. أرى يا مولاي أن نضع الأسعد والسعيد قيد تجربة عملية أشبه بامتحان لقدراتهما الفعلية، والذي يجتاز الامتحان من خلال تلك التجربة يغدو وليا للعهد. أنا موافق.
وأنا موافقة، شرط تكافؤ الفرص فيما بينهما في هذا الامتحان. وهو كذلك يا مولاتي. تكلم أيها الرجل الحكيم. نرسل الأسعد والسعيد كلا منهما إلى بلد يختاره بنفسه من بلدان الولاية، ونعطيه ما شاء من المال والمتاع، ثم نطلب منه أن يبني لنفسه بيتا في تلك المدينة، وأن يحسن التعامل والجوار مع أهلها. وبعد أكمل أيها الحكيم، إن هذا أمر سهل. لا يا مولاتي لا، ليس بالأمر السهل أن يساكن الإنسان بيئة جديدة عليه ويكسب ودها، يجب أن يقوم بالكثير. أظنني فهمت، تريدنا أن نكتشف في النهاية من منهما أحسن بناء البيت ومن منهما أحسن مخالطة الناس. تماما يا مولاي، وهذا ما سيحكم عليه أهل تلك المدينة بأنفسهم نتيجة التعامل معهم. ولكن ستترك لهما حرية اختيار المدينة التي يريدان. بالطبع يا مولاتي. إذن أنا أفضل أن يختار السعيد أولا. لا بأس. إذن غدا سيكون الاختيار وبدء المهمة إن شاء الله. والآن هل فهمتما مهمتكما والغاية منها؟ أنت من سيختار أولا يا سعيد. أنا أختار أن أبني بيتي في أجمل وأغنى مدينة بعد مدينتنا هذه. وأنت يا ولدي يا أسعد، ماذا تختار؟ أما أنا فأختار أفقر وأبعد وأبسط بلد في الولاية. حسن، لكل منكما كيس من الذهب يستعين به على بناء بيته واختيار أصدقائه وحسن استجابتهم له، ولكن خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر فقط. هل من الضروري أن يعرف الناس حقيقة كوني ابن الوالي؟ أم يمكنني إخفاء ذلك؟ هذا يرجع إليك يا ولدي، فإن شئت يمكنك الكشف عن حقيقة أمرك والإعلان عن شخصيتك للناس، وإن شئت أخفيتها، الغاية في النتيجة يا بني. أكبر وأجمل وأغنى مدينة بعد مدينتنا هذه هي مدينة القصور والزهور والرياحين، فهي نصيبك يا ولدي يا سعيد، تبني فيها بيتك الذي طلب منك. هو كذلك. أما أفقر وأبعد وأبسط مدينة في ولايتنا فهي مدينة المرض والجهل والكسل، هي نصيبك يا ولدي يا أسعد، تبني فيها بيتك ويرضى عنك الناس. إن شاء الله سأفعل. والآن اسمعاني جيدا، هذه العصا سحرية ومسخرة لعمل الخير، وأظن أنها تنفع في حالتكما هذه. أخذها أنا إذن. على رسلك يا بني، على رسلك، فالعصا تكفي لكليكما. كيف وهي عصا واحدة؟ هكذا. ليأخذ كل منكما نصيبه، وآمل ألا تجبرا العصا لتعمل إلا في سبيل الخير. كيف تعمل هذه العصا أيها الحكيم؟ تسمي بالله عز وجل أولا، ثم تأمرها أن تقوم بما تريد فتعمل، ولكن في سبيل الخير. هل أكرر؟ لا، لقد فهمت. وأنت يا أسعد؟ الاتكال على الله، وأرجو ألا أحتاجها في مهمتي. بل أنت من سيحتاجها يا ولدي، فبلاد الفقر والجوع والكسل بعيدة جدا، إنها تقع خلف الجبال 7 والبحار 7. وهل ستنقلني هذه العصا إلى هناك؟ بالطبع يا ولدي، ضعها على الأرض أولا، ثم سمي بالله عز وجل
واطلب منها أن تنقلك إلى هناك فتفعل بعد أن تتحول إلى بساط الريح. لما لا تجرب يا ولدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أطلب منك أيتها العصا أن تساعديني في الوصول لبلد الفقر والجهل والكسل بالطريقة التي تستطيعين. السلام عليكم، أرجو منكم الدعاء. بالتوفيق يا ولدي، وموعدنا بعد 3 أشهر. وأنت يا سعيد افعل مثله تماما. هيا. سأفعل يا أمه. هيا أيتها العصا السحرية. هيا أنت. نعم، هل لك أن تدلني على قصر الوالي؟ لعلك غريب، وهما أدراك؟ نحن هنا نبادر حديثنا بإلقاء السلام ثم نطلب حاجاتنا بلطف. أما دمت غريبا فلا بأس، تفضل معي إلى الوالي.
السلام عليك. وعليك السلام. أرجوك لا تنم يا رجل. ماذا تريد مني؟ هل لك أن تدلني على مكان والي المدينة؟ لا. أتجهل مكان الوالي أيها الرجل؟ لا مكان للوالي، لأننا بدون والي، وما الداعي؟ حسن، شهبندر التجار. ولا شهبندر التجار، ما الداعي؟ شيخ الكار، إمام الجامع، القاضي، لابد وأن لديكم قاضيا على الأقل. يمكنني أن أدلك على شيخ الكار فقط، رغم أن لا كار لدينا يعمل، فجميع الكارات متوقفة عن العمل. حسن حسن، وأين أجد شيخ الكاري هذا؟ امشي في هذا الاتجاه. إذن فأنت السعيد بن والي البلاد، أدعم الله بقاءه؟ نعم أنا هو، وأنا هنا بسبب ما ذكرته لك. يا أهلاً يا أهلاً وألف ألف سهلاً. نعم أنت هنا لتبني لنفسك بيتاً، شيء جميل، شيء جميل أن يكون لابن والينا بيت بيننا. بل بيت لولي عهد الولاية برمتها. صحيح صحيح. في الحقيقة إن اكتمال البيت الذي أنوي بناؤه وجماله وعلو بهائه هو ما سيؤهلني لأكون وليا للعهد. من عصر آخر قد يدعو زيداً عمراً ويعيد.